السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمستشفى الجديد للاستعجالات الطبية والجراحية بدائرة حمام الدباغ بولاية القالمة. إذن هذا هو المستشفى الجديد اللي راه قيد الإنشاء، واللي النسبة للإشغال تاعو راهي تقارب 70%. وكذلك السعة نتاع المستشفى هذا هي 120 سرير، ويضم كل ما يحتاجه العمليات نتاع الاستعجالية الجراحية. إذن إن شاء الله هذا المستشفيات الجديدة تعم كل دوائر الوطن. ونخليكم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.